إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق تقاته، واعلموا أنكم محاسبون، وعن أعمالكم مجزيون، وبين يدي الله واقفون في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى حثنا في كتابه الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، على مخالفة المشركين وبغضهم وعداوتهم، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. وقال سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. وقد تبرأ إبراهيم بعد ذلك من أبيه لما تبين له أنه عدو لله، كما قال سبحانه وتعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. والآيات يا عباد الله في هذا المعنى العظيم كثيرة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته حذر من مشابهة المشركين وأمر بمفارقتهم
وعدم مجامعتهم في المساكن والأماكن. قال صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين. وقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين في العبادات كما خالفهم في الحج، خالفهم في التلبية، وخالفهم في الدخول، وخالفهم في الخروج، وخالفهم في الإفاضة، وخالفهم في كل شيء. وخالفهم صلى الله عليه وسلم حتى في ترجيل شعره، فقد كان يفرق، وكانت اليهود والنصارى تسدل، وأمر بمخالفتهم، فقال صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين، وقال خالف المجوس، وقال خالف اليهود والنصارى. والأحاديث في هذا المعنى يا عباد الله كثيرة جدا. فقد جاء يا عباد الله عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، فمررنا على شجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط، كان المشركون ينوطون بها أسلحتهم ويعكفون عندها، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم منكرًا عليهم: الله أكبر، إنها السنن، لقد قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة لتركبن سنن من كان قبلكم. وجاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، ذراعًا بذراع، شبرًا بشبر، ولو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن؟ وهذا الإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع مشابهة المسلمين للكافرين وخصوصاً اليهود والنصارى هو إخبار وإنكار، إخبار بما سيقع وقد وقع، وإنكار لما يقع، وتحذير للمسلمين أن يقعوا في هذا المنكر العظيم. فيا عباد الله، إن الله فرق بيننا وبين المشركين، فعلينا أن نعتز بديننا، علينا أن نعتز بديننا، هذا الدين العظيم الذي من تمسك به رفعه الله في الدنيا والآخرة، ومن ضيع هذا الدين فإن الجزاء من جنس العمل، فإنه يضيع في الدنيا ويضيع في الآخرة. فيا عباد الله، إن من شكر الله عز وجل أن هدانا للإيمان ووفقنا للإسلام أن نتمسك بهذا الدين العظيم، وأن لا نشابه المشركين، وأن لا نجامل في توحيد رب العالمين. وأقول هذا يا عباد الله، أقول هذا لقرب تشبه كثير من المسلمين بالكافرين في أعيادهم وفي أفراحهم التي يحتفلون بها بكفرهم وضلالهم وقولهم على ربنا قولاً عظيماً. نعم يا عباد الله، إن كثيراً ممن لم يعظم الله سبحانه وتعالى حق التعظيم وليس للتوحيد عنده قدر يشارك المشركين في أعيادهم وفي احتفالاتهم بعيد الكريسماس أو بعيد رأس السنة، وكل ذلك يا عباد الله منكر عظيم، منكر عظيم يا عباد الله. فأين عقل من يهنئ هؤلاء
أو يشاركهم في هذه الأعياد؟ أين عقله؟ أين دينه؟ وهم يحتفلون بأن لله صاحبة وولدا. الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن السماوات والأرض والجبال أنهم يا عباد الله يعظمون هذا الأمر تعظيما، وقالوا اتخذ الله ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. أين هؤلاء عن هذه الآيات العظيمة؟ أين هؤلاء عن هذه الآيات العظيمة التي تنكر أشد الإنكار على من قال عن الله سبحانه وتعالى هذه المقولات العظيمة الكفرية الشنيعة؟ عباد الله، إن الأمر عظيم والأمر خطير، جد خطير، قد يصل بالمرء إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. نعم يا عباد الله، من هنأهم بأعيادهم فإنه قد رضي بكفرهم، والرضا بالكفر كفر، فقد صرح كثير من أهل العلم بكفر من هنأهم أو شاركهم، وقد حذر الصحابة والتابعون والأئمة المهديون من هذا المنكر العظيم، فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: لا تدخلوا على المشركين في أعيادهم. وقال رضي الله عنه وأرضاه: لا تدخلوا عليهم في أعيادهم فإن السخطة تنزل عليهم. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وأرضاهما: قال: من مر ببلاد الأعاجم وصنع نيروزهم وشاركهم ومات على ذلك حشر معهم يوم القيامة، نعوذ بالله. فالأمر عظيم يا عباد الله، جد خطير، فعلى المسلم أن يحذر وألا يجامل في دين الله وألا يجامل في توحيد الله سبحانه وتعالى. وقد أثنى الله على المؤمنين فقال: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقد فسر غير واحد من السلف هذه الآية بعدم شهود أعياد المشركين. فالحذر الحذر يا عباد الله، الحذر الحذر أن نشاركهم أو أن نهنئهم أو أن نجاملهم أو أن نهديهم أو أن نقبل هداياهم في منكرهم العظيم وقولهم على الله قولا عظيما. تعالى الله عما يقول الكافرون والظالمون علوا كبيرا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار أو بعض الأنصار يلعبون في يومين من أيام الجاهلية، فسألهم عن ذلك فقال: ما هذان اليومان؟ فقالوا له: هذان يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلكم بخير منهما عيد الفطر وعيد الأضحى. فيا عباد الله، إن الأصل في الأعياد أنها قربة، فلا نحدث أعيادا ولا أياما في دين الله نحتفل بها ونلعب فيها إلا ما جاءت به الأدلة، وهو عيد الفطر وعيد الأضحى.
فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هؤلاء الذين يلعبون، لأنهم كانوا يلعبون في يومين من أيام الجاهلية، مع أنهم في لعبهم لم يقولوا شركاً ولا كفراً، ولكنهم تشبهوا فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف بمن يحتفل بأعياد كفرية وأعياد شركية يسب فيها الله سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً؟ فليحذر العبد المؤمن وليخشى على دينه أن يحضر لهؤلاء أو أن يهنئهم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فمن حضر معهم فله حكمهم قول الله سبحانه وتعالى إنكم إذا مثلهم. عباد الله، إن ممن أعمى الله بصيرته ممن ينتسب إلى العلم والدعوة يجيز للمسلمين أن يهنئوا المشركين بأعيادهم مقابلة لما يفعله المشركون من تهنئة المسلمين بأعيادهم. وهذا والله يا عباد الله من انتكاس الفطر وتبديل الدين وتغيير الشريعة وعدم تعظيم الله سبحانه وتعالى، وما قدروا الله حق قدره. نعم يا عباد الله، والله ما قدروا الله حق قدره، وإن طالت لحاهم وقصرت ثيابهم وكبرت عمامتهم، إي وربي لم يقدروا الله حق قدره. وإلا كيف يجيز للمسلمين أن يهنئوا المشركين على شركهم وعلى كفرهم بحجة أن المشركين يهنئوننا بأعيادنا؟ وهل دين الله مبادلة بين المسلمين وبين الكافرين؟ ديننا حق ودينهم باطل، ديننا أنزله الحكيم الخبير ودينهم من وحي الشياطين، هل يستوون؟ لا والله ما استويا ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان. فكيف يا عباد الله يجيزون للمسلمين أن يهنئوا المشركين وقد عرفوا أن أعيادهم شرك وكفر وسب لله سبحانه وتعالى؟ ولكنها فتن ومحن، يثبت على دين الله من وفقه الله، وتزل قدم من لم يعظم الله سبحانه وتعالى، ومن لم يوفقه الله سبحانه وتعالى للثبات. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فيا عباد الله احذروا وحذروا، فإن الأمر عظيم والأمر خطير جد خطير. فحافظوا على دينكم وحافظوا على عقيدتكم، ولا تغرنكم الكثرة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شر شرارهم يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أحنا على التوحيد والسنة، واقبضنا على التوحيد والسنة. وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضنا إليك غير مفتونين،
غير ضالين ولا مضلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.